الوظيفه الله يخليك. هذا الاحتجاج على وليداتنا شهرين دابا ما كيقراوش وكيمشيو كيقراوهم غير يومين في السيمانه، هذا الشيء ماشي معقول بالنسبه لي انا كأم، هذا الشيء ماشي معقول. وكنطلبوا من الملك باش يعيد النظر في هذا الشيء ويدير حل لولاداتنا باش يقراو. حلقي الله سامح بح يلا كملوا. خويا هذا الشيء عيب وعار، حشومه ولادنا كيضيعوا في الزنقه. واش المسؤولين كيقريو ولادهم احسن مدارس وفي احسن دوله ولاد الشعب كيضيعوا؟ هذا الشيء راه بزاف. وإلا ما بغاوناش يحلوا لنا الحدود ومشوا بحالات. خويا انا كنطالب جهه عاش الملك، عاش الملك وكنطلب التعديل في نصر الله. هذا الشيء لا يعقل لا يعقل. علاش ولادهم لاباس عليهم يقريو بالفلوس؟ حنا مالنا؟ علاش حرام الظلم هذا؟ ولدو عنده الاجازات، عنده بزاف الحوايج، عنده الدكتوره، ولد الشعب يتعفض. علاش تعفضوا عليه؟ زدونا في الاسعار ما دويناش، زدونا في ساعه الظلام ما دويناش، سالنا اطفال ما غنسكتوش عليها. كنتمنى جلاله الملك نصره الله، الله يحفظه ويشافيه ويدوم علينا. بغينا يدير حل من مورا العطله. ما كانش هذا الشيء، ما غاديش حنا نسكتوا عليه. علاش اللي غادي نسكتوا؟ واش شي واحد اللي يدوي على وليداتو؟ واحد كيدوي على وليداتو؟ خويا حنا بغينا الوزاره صاحبي تدخل في الاساسيده. الدري ما كيقراش، كيقرا يومين في السيمانه، كيقرا اثنين الجمعه. واش ما كتقرايوش؟ ما فهمتش انا هذا الشيء. واش ما كتخلصوش؟ واش ماش مكاين؟ حقوق الطفل وديري جمعيه فيهم الجمعيه كتخلص الاباء فين؟ ما كايناش، يعني ما كاين والو. قالوا 300 درهم، 300 درهم، 200 درهم. ما كنتش عندناش، حنا نعطيوها، حنا عندنا ما عندناش. انا الجان عندي جبريل عندي الخوت، نفسي كتمم لي انا عطيهم لي انا، شاده من عند بلا مولا. اخويا بغينا شي حل للدراري، لحقاش جالسين من المدرسه ما فهمنا والو. الدراري غيجيهم المرض في الدار، خاصنا نعرفوا غير اشنو كاين، واش غيديروا الحل ولا لا؟ نبركوهم في الدار في مره ولا يبقاو يمشيو يجيو؟ هادشي اخويا رجع الله رجع الله. ما كاينينش دابا، سمعنا بلي كاين هذا الاثنين جاي ان شاء الله شي حوار ما بين رئيس الحكومه و جلس عمران رئيس الحكومه ونقابة الاتحاد. نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى يديروا شي حل اوسط لهذا الشيء. علاش الدراري غيضيعوا هذا العام؟ هذا الشيء كنتمنى. ما كان دابا التعليم صراحه في هذه المدرسه كان غادي زوين، في بدايه هذه السنه كان غادي مزيان، الوتيره زوينه، شويه توقفوا داك الشيء ما فهمناش. كنتمناو شي حل، كنتمناو حل الاستاذ وحل التلميذ، هذا الشيء كنتمناو. حيت الاستاذ تا هو راه ضايع، حنا ولادنا ضايعين والمعلمين تا هما راه ضايعين. رساله كنوجه لوزير التعليم هو ان ما نلقاوش شي حل الدراري لحقاش راه ولادنا. على الوزير باش وصل، راه وصل بالاستاذ، الوزير باش قرا باش وصل شد المنصب، راه بهذا الاستاذ باش وصل لهذاك المنصب باش شدو، راه حشومه. وسيدنا وصاحب الجلاله الله يخلي لك صحيحتك، الا ما نشوفوا الشعب ديالك راه كيضيع، راه ولاد الشعب ديالك كيضيعوا، راه حشومه هذا الشيء، راه عيب وعار. اللي كيقول لك غتخلص 6000 ريال الدري، حنا باش غنخلصوا؟ كون كان عندنا امكانيه شكون ردينا من البريفي؟ راه هادشي حشومه وعار. والله عاش الملك، الله ينصر سيدنا، هادشي اللي غنقول.